تجارة الأغذية تعتبر واحدة من أهم الروافد التجارية في الإمارة، ونتعامل مع 10 ملايين طن من تلك الأغذية التي تدخل الإمارة. سلامة الأغذية واحدة من أهم أولوياتنا نحن، وإذا وضعنا إحنا اعتبارات كبيرة في قضية أن الأغذية نفسها كيف أنك تحافظ عليها وعلى جودتها بصورة سريعة بدون أن تتلف أو تتعرض لأي تلوث. وبالتالي المبادرة اللي تقدمناها فيها أن نظام إلكتروني يبسط تلك الإجراءات وفق القوانين واللوائح والإجراءات، بحيث أن نضمن جودة عالية لتلك الأغذية حتى وصول يد المستهلك. سلامة الأغذية أهم أولوياتنا، صوتوا لنا.